فالرئيس أيضا بالمناسبة التقى بالمدير العام لصندوق النقد الدولي في دبي. خلونا بقى نحاول نفهم أكتر حول هذا اللقاء، هذه المناقشات مع الدكتور كريم عادل الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية. أهلا بك يا دكتور كريم. أهلا بحضرتك أستاذ يوسف، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. تحياتنا ليك، ربنا يخليك. كنا بنتكلم النهاردة على كلمة الرئيس في قمة الحكومات العالمية واللي أقيمت في دبي، وأيضا لقاءه مع مدير عام الصندوق. وأنا كنت بقول حديث الرئيس النهاردة كله ده مش حديث لينا إحنا بقى في مصر، ده حديث أمام الحكومات الموجودة هناك وممثليها، وحديث أمام رؤساء المؤسسات الدولية الكبرى. بتشوف ده من أنهي زاوية يا دكتور كريم؟ وأيضا بخصوص اللقاء اللي تم ما بين الرئيس وما بين مدير عام الصندوق. طبعا بداية يعني مشاركة الدولة المصرية كضيف شرف في هذه القمة أنا أعتبره وأراه نتاج لنجاح سياسة خارجية امتدت على مدار السنوات التسعة الأخيرة، يعتبر ثمار لنجاح الدبلوماسية الاقتصادية المصرية أيضا، أمر بيؤكد الدور المحوري والهام للدولة المصرية في المنطقة العربية والأهمية التي بتنظر بها كافة الدول إلى تأثير مصر وأهمية مشاركتها في إنجاح هذه القمة. كلمة الرئيس هي بتعتبر كلمة وافية وكلمة شاملة وكلمة عكست نجاحات ومكتسبات الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة. هي كلمة جاءت بمنتهى الشفافية بصورة يعني بتهم المستثمرين، بتهم كافة الدول والمنظمات المشاركة في هذه القمة. أنا أرى أن هذه القمة وكافة القمم السابقة التي شاركت فيها الدولة المصرية هي بتعتبر فرصة لعرض النجاحات والمكتسبات، لعرض الرؤى والفرص الاستثمارية داخل الدولة المصرية. وبالتالي هذه القمة هي بتعتبر نافذة لجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في النجاح القطاعات المختلفة التي تم ذكرها وتم تحقيق معدلات نمو مرتفعة فيها. فيما يتعلق طبعا بالحديث واللقاء ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومدير صندوق النقد الدولي، هي جاءت يعني تقدير لجهود الدولة المصرية في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها تجاه المجتمع الدولي، فيها نوع من الإشادة بالسياسات الاقتصادية للدولة المصرية والتي بتأتي متفقة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وأيضا متفقة مع البرامج التنموية الموضوعة والتي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي. وبالتالي هذه الكلمة بتعد إشادة بالاقتصاد المصري و كلمة مهمة جدا في هذا المحفل الدولي بحضور هذا الكم من الدول ورؤساء الدول والوزراء والحكومات المختلفة. طيب ده كلام محترم جدا، وهنا خليني هسأل سؤال كمان بعد إذنك يا دكتور كريم. زي ما ذكرت كده في البداية إنه الرئيس نقدر نقول كده ما بين قوسين عمل العرض الشامل الوافي وقام باللي عليه جدا. إزاي نقدر نعظم الاستفادة من هذه المشاركة في هذه القمة؟ احنا بقى في الداخل المصري ازاي نقدر نعظم الاستفادة من عرض الرئيس ومناقشاته ولقاءاته اللي بتتم هناك في دبي؟ هو طبعا يعني بيتواجد مع السيد الرئيس وفد رفيع المستوى من مختلف الوزارات المعنية، سواء وزارة التخطيط الخاصة بالهيئة للاستثمار، وزارة الطاقة، وزارة المالية، كافة الوزارات. هذه الوزارات بتلعب دور هام أو عليها دور هام جدا في استغلال هذا المحفل الدولي وعقد مجموعة من اللقاءات الثنائية أو اللقاءات متعددة الأطراف اللي بتستهدف يعني استكمال الأهداف الرئيسية من كلمة السيد الرئيس وتحقيق الاستغلال الأمثل من هذا المحفل الدولي، لأننا في أو أمام قمة عربية. هذه القمة هدفها الرئيسي هو مناقشة مجموعة التحديات
اللي بتتطلب توحيد الرؤى وتكاتف الجهود وتنسيق العمل وترتيب الأولويات. وبالتالي هنا حالة من الفرصة الكبرى للوزارات المعنية المرافقة للسيد الرئيس في وضع بروتوكولات واتفاقيات تعاون والحديث مع رجال الأعمال والمستثمرين المتواجدين وعرض بصورة أوسع وأشمل لكل قطاع على حدة وفرص الاستثمار المتواجدة فيه. أشكرك جدا يا دكتور كريم، كل الشكر ليك دكتور كريم عادل الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية.